وإلى تقريرنا الإخباري الأخير، إذ تواصل عروض صيف الشارقة 2024 التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الإمارة تقديم فعالياتها التي تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، بجوائز تصل قيمتها إلى 3 ملايين درهم وتخفيضات تصل إلى 75% على أشهر العلامات التجارية والمحلية والعالمية. تواصل عروض صيف الشارقة 2024 تقديم فعالياتها بمشاركة مجموعة واسعة من مراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق والوجهات السياحية، والتي تضمنت فعاليات السحب الثاني بمجموعة من الجوائز القيمة. اليوم السحب الثاني سحبنا على قسائم مشتريات وعلى سبائك ذهب وإقامات فندقية، وصل عدد الفائزين إلى 25 فائز. طبعا تستمر الجوائز ويستمر السحب معانا الأخير في الأول من سبتمبر، بيكون في مركز صحارى. هناك العديد من الفائزين المحظوظين خلال فترة عروض صيف الشارقة. وتقدم عروض هذا الموسم للجمهور تشكيلات متنوعة من سلع محال البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى 70 عرضا من الفعاليات الترفيهية المميزة، فيما تبدأ في 19 من أغسطس المقبل تحت مظلتها حملة العودة للمدارس، حيث تقدم تخفيضات كبرى على اللوازم المدرسية والتعليمية. عروض صيف الشارقة 2024 أتت لتعزز مكانة الشارقة كمقصد سياحي بارز خلال هذا الموسم، وتعريف الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها بصيف الشارقة الثري بالخيارات والفعاليات والتجارب السياحية الاستثنائية. عروض صيف الشارقة 2024 تتواصل بمشاركة كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية، معززة بذلك الحركة التجارية والسياحية بالإمارة. لأخبار الدار من السويدي من ميجا مول الشارقة.